السلام عليكم، شلونكم شباب؟ اليوم راح نحكي عن النوع الثالث من الفانكشن. اخذنا نوعين، نوع void ونوع نمرر بيه input. هسه راح نسترجع قيمة من الفانكشن. راح نسوي فانكشن معينة، هذا هو يمثل الاوتبوت، هذا اللي سويناه يمثل الاوتبوت. تقدر تخلي float character، احنا راح نخلي integer، يعني القيمة راح نتعامل وياها integer. راح نسوي فد فانكشن معينة، راح تغير لي اعطيها قيمة بالشيليزي، تحول لي اياه للجيلفن، بعد ذلك استرجع من عندها قيمة الجيلفن واخزنها بمتغير. ف هاي الفانكشن هنا ثاني عد امرر لها الشيليزي اسميها سي اي ال، بعدها افتح اقواس البادي. اجي هسه انت تترجع جيلفن فرض انتجر، يعني راح امر الانتجر اعطي له قيمة الصفر بالبداية انيشال، بعدها اكتب معادلته، اي معادلة المعادلة مالته هي سيريزي بلس 233 جي. شو الاختلاف؟ هسه انت ترجع الكي، شو ترجع الكي او اي متغير؟ الاختلاف انه انت الاختلاف عن الباقي اللي سويناه بالمحاضرات السابقة، راح أضيف فد متغير، يعني فد شيء مختلف اللي هو return. أضيف هاي الجملة أو الكلمة اللي أنت ترجع منه بعد الفسيل أنت ترجعه اللي هو الكي فارثة من فوق. تنتبه شغلة إنه أنت راح ترجع الكي return، فهنا انتجر المفروض الكي داخل تعريف هم يكون شنو؟ انتجر. ما يصير هنا float مثلا وهنا انتجر او بالعكس. زين، نجي هسه للكول. انت من ترجع القيمة لازم تخزنها مكان انت تستخدمها، فتعرف متغير مثلا اي متغير y يساوي، تستدعي نفس السابق، تكتب الاسم، الاسم هو tem tem، بعدها تمرر قيمة، خلينا نفرض 80 سيريزي سيد القوس فارز المفروض. المفروض الواي هسه اذا طبق لازم الواي يلقى قيمته 80 زائد 273. تقدر تجرب بنفسك، تأكد اهم ملاحظة انه تركز اكو ريتيرن اذا تترجع القيمة بعدها القيمة تترجعها. ملاحظة الاخ تنتبه تعريف مال الكي لازم، يعني راح ترجعها نفسها الداتا تايب مالتها نفسها اللي هي انتجر، لازم بانتجر ما يصير اكو اختلاف. ان شاء الله الشرح واضح.